حد تاني، يعني ممكن تسمعي وتقولي اه ده شبه صوت فلان، هو ده فلان ولا ده علان ولا انت صوتك ربنا اداكي العظمه والهبه الكامله في صوتك. صحيح، الحمد لله. قلتي لي جمله هاخد منها واسالك سؤال، بتقولي لي ان على باب الاستوديو احنا بننسى اي حاجه. تفصلي. هل مره ودي مهن يعني من قسوة المهن زي مهنة انك تكوني مذيعة لبرنامج، حصل موقف؟ اه حصل. طب ايه بقى؟ وفاة بابا. يعني انا كنت في الاستوديو، تخيلي بقى، وساعة بابا كان في العريش الله يرحمه. الله يرحمه. اه فانا قاعدة في الاستوديو كده وبستلم وعايزة اصلي لاني ما لحقتش اصلي يعني. فالمهم ايه، صليت وانا حاسة بحاجة، في حاجة هسمعها يعني. هو كان فكلموني. عيان؟ لا لا لا، حاسه بحاجه وهو ما اه لاني حلمت بيه بالليل، فجايه بقى عارفه بقولها حصل لي بس الأول. المهم فجالي بقى التليفون، وكنت بقدم عبد الحليم قبلها او وقتها، المهم ما عرفتش اقدم بقى، فخلص فصلت طبعا. طبعا ما قدرتش. طيب يا نهار ابيض، انت بتتكلمي انا ايه؟ ما قدرتش اطلع مفتاح العربيه من الشنطه، انا كنت بترعش يعني. الله يعينك فهو يا ده كان حبيبتي. على الهوا بقى، بس لحقوني بقى زمايلي من الشرق الاوسط وطبعا من اذاعه الاغاني جم كلهم وكده، وانا عرفت الخبر في اه يا الاستوديو. حبيبتي الله يرحمه دي ويحسن حاجات اليه. برضو اه بس بقى ما قدرتش امشي، هي دي بقى الافيه طبعا، لغايه ما حد يجي يستلم مني من اذاعه الاغاني. شوفي بقى الالتزام، يعني مش هقدر امشي يا حبيبتي. وحد ما يجي ان تقدرش انا تسيبي اه استوديو سلاحك، هو ده اه سلاحك يعني، لازم حد يجي زي يستلم ما الاستوديو. تقدرش تسيبي شغلك على هوا لانه هوا. دي كانت اقصى حاجه. حكايه التقليد ده ايه؟ انا بعرف اقلد طبعا، طب ما انه ايه؟ بقلد. لا بقلد زمايلي، بقلد ايوه ايوه ما يعني اي حد يقول كلمه كده والله اللي هو بنعمل كده طب يعني. تقلي الجمل الشهيره يعني. لا مش مش عايزه. لا طب بلاش بلاش. طيب مؤخرا ابتدى يبقى ليكي نشاط على السوشيال ميديا، وابتدى يبقى ليكي مريدين كبار جدا يعني، عدد ما شاء الله. لا احكي لي. وشخصيات مهمه الله وحاجات اكبر. جميله. والاحلى بقى ان انا امبارح وانا بقلب، هاله احنا مستنيينك تيجي تزورينا، احنا من المغرب، من تونس، من الجزائر، من العراق. طب بدات بقى يعني اتسحب معاهم، طب ابعتوا لي امثله من العراق الله. هتفهميهم. هفهم، هحاول ان انا عايزه اعمل معاهم صداقات، وعايزه اتعرف على اصدقاء يعني عارفه ازاي، اللي هم يعني ايه، تعرفي امثله البلد، تعرفي دماغها رايحه فين كمان. فدي كانت حاجه لطيفه جدا. واحنا عايزين نسمع اغنيه كذا، طب انت ما تيجي تزورينا في المغرب، تنوريني ومش عارفه ايه، وتقري اسامي تقولي اسم ده مش مصريه، تدخلي تلاقيها فعلا انا من دمشق، انا مش عارفه من فين. فدي حاجه هايله التواصل جدا. والتواصل اللي ليه معنى يا هاله. احنا السوشيال ميديا الحقيقه، لا هي السوشيال ميديا احنا فاهمينها غلط، احنا فاهمينها ان احنا لا في ناس بتقدم محتوى وشيء محترم ويحترم زيك، وبتعمل طاقه حلوه وبتجمع، وفي ناس تانية يعني بتقدم فضايح. فضحونا. ما هو خلينا نتكلم بصراحة، ما هو لما يبقى مثال محترم، مصرية محترمة شيك راقية زيك، مثقفة، بيقولوا كده فعلا، بيقولوا ما شاء الله، غير لما يبقى كمان انت بتعملي على احياء التراث الغنائي اللي هم عاشقين ليه، سواء كان في مصر او في الوطن العربي، هم نفسهم يسمعوا ده. يعني انا من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا يا نشوى ان انا امبارح تحديدا واحد كتب لي، حتى انا الاول بقيت مستغربه جدا، قال لي انا عايز افضل اسمعك لغايه اما انتقل للحياه الاخرى. يا حبيبي. قلت له مش فاهمه. قال لي انا عندي 70 سنه وانا الاغاني دي هي دي اللي انا عايش معاها، يا هي خبر دي. ابيض على تخيلي الجمال. المسؤوليه اللي انت ممكن تبقي، يا نهار ابيض، يعني انت ما بتحسش بوجودك ولا. وعايزه اسمع اغنيه وحداني يا حبيبي، والنبي قدمني والله حاجات انت بتاخدي بتسمعيني. ثواب على فكره انك انت. هعمل اقول لك يا هلا، انت بتعملي حاله ونس بالظبط،
بالظبط. عارفه الاجمل ايه بقى يا نشوى؟ ان انا عملت ايه؟ مره كنت في مشوار كده وقلت طب انا هصور مكان عادي الكربه، انا من مصر الجديده وطبعا محدش مش عاشق للكربه طبعا، فالكربه بالنسبه لي حاجه جميله جدا. الدنيا كانت بالليل قوي ومفيش عربيات، وعاده وانت بتسوقي في النهار انت ما بتبقيش قادره مركزه في جمال الحيطان، ما بتشوفيش بقى الحاجات دي كلها في النهار، انت في عربيات وكلاكس وده يعني زنق عليكي ودي مش عارفه بتعدي الشارع وانت عارفه الجو ده. لكن بالليل بقى حيث ام كلثوم او عبد الوهاب والجدران والذكريات.